هذا المشروع اللي السيد الكاظم اللي مقضي الداري يعني هو المفروض يعني سيهيئون خدمات حتى اذا واحد يستلم قاعد يقدر يبني اي وحده. اثنين عشرة القروض انا سمعت قبل حوالي فتره على اساس تريليون دينار من طول الاسكان حتى يدعمون مشروع داري، لان ده هو 400 الف قطعه 400 الف قطعه الواحد قد ياخذ. اولا اخ عبد الكريم اولا نعم. هاي الموضوع مال سمعت وكذا لا تاخذ به هذا الكلام. لا هو اول نفترض كل كلام مليون دينار اكو قروض للاسكان اكو قروض اكو قروض راح تمنح لكل من يظهر اسمه بالحصول على قطعه ارض من مشروع داري، هذا وحده. اثنين الدوله راح تقوم بواجباتها من خلال توفير كافه خدمات البنى التحتيه الخاصه بالمساحات المشموله بمشروع داري، لذلك هذا الكلام اللي يطلق هنا وهناك ما لك علاقه به.